بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أخواننا الكرام، الله عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. معنى ذلك أن القصة إطار تعبيري ناجح جداً، لأنه حقيقة مع البرهان عليها، ولأن أقرب إطار أدبي للإنسان قصة، فيها شخصيات، فيها حوار، فيها بيئة مكانية، بيئة زمانية، فيها بداية، عقدة، نهاية، فيها مغزى. أخواننا الكرام، يروي أحد إخواني أن هناك رجل عنده 5 أولاد، فجأة رأى إبهام قدمه الأيسر، رأى سوادا. لما ذهب إلى الطبيب قال له: هذا السواد مرض خطير، هذا المرض المواد اسمه جلجلين. قال له الطبيب: لا بد من قطع الإبهام اليوم، أما غدا يقطع مكان أكبر، بعد أيام يقطع القدم كله. ولهذا الأب 5 أولاد، 4 أولاد قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر الله، قضاء الله عز وجل وقدره، ووافقوا على يقطع إبهام أبيه. إلا أن أحد هؤلاء الأولاد يبدو على بر شديد بوالده وعلى محبة قصوى، اعترض على أن يقطع إبهام أبيه، فقال له الطبيب: أنت مخطئ يا بني، إن لم نقطع الإبهام اليوم قطعنا القدم بعد أيام. رأى الطبيب هذا الابن يهوي من شدة الألم، انهار عشان قطع باهي، يتألم ويتوسل، ليس هناك طريقة، ما في حل، ما في علاج. الطبيب لما شافه بالحالة هي احترم بره بوالده، قال له: في حالة لكن صعبة جدا، هناك علاج احتمال نجاحه 5%. هذا الإبهام يحتاج ل3 حمامات كل يوم، 3 حمامات كل يوم، والحمامات مع مواد معينة ولمدة طويلة، وهناك احتمال أن تنجح هذه المعالجة دون قطع إبهام يدي. قال له: أنا أتكفل بها يا دكتور. الطبيب اجتهد، السواد قد امتد ملي متر، لا بد من قطع الإبهام. أما إذا توقف السواد، السواد إذا امتد ملي متر لا بد من قطع الإبهام، وقف ما بنقطع. هذا الابن يعمل موظف ويسكن في مزرعة، في المزرعة، أي مزرعة، والده بالجادة السادسة بالماجنين، مسافة بعيدة كثير من المزرعة للجادة السادسة بالماجنين. يخرج الابن كل من بيته كل يوم الساعة 6 صباحا إلى بيت أبيه، يجري له هذا الحمام مع المواد وينطلق إلى عمله، ويأتي ظهرا إلى بيت أبيه مرة ثانية، ويعود مساء هكذا. هذا الأخ الذي يروي القصة قال لي: والله يا أستاذ، الابن البار بوالده حجمه المالي الآن 200 مليون. أقسم بالله حجمه المالي 200 مليون إذا الله أعطاه أدرس. يا أخوان، الحياة فيها قيم أخلاقية، فيها عمل صالح، فيها بر والدين، فيها بر بالأم. لما أنت تعمل عمل صالح، إلا كلمة أدق، علة وجودك في الدنيا العمل الصالح. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله، يصلح، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة.
أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لكم إيمانكم وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار بلادكم. والحمد لله رب العالمين.